وأكيد هي تتزامن مع سنتين وبعض أشهر. هي مرحلة تأسيس، أولا نفخر بأننا وصلنا لهذه المرحلة لأنه هي نتاج يعني نقاشات كبرى عرفها المجتمع المغربي، نقاش يعني وتغييرات دستورية أيضا متميزة، وبالتالي من اللي وصلنا كسلطة قضائية لأنه نأسسها بهذا الشكل وبهذا المحتوى دخلنا مرحلة التأسيس اللي هي مرحلة أصعب، مرحلة يعني وضع تصورات وضع الخطط وضع استراتيجية أجرأت كل ما كان يتم الحديث عنه على أرض واقع على أرض الملموس. طب الحال هي مرحلة ليست بالسهلة، حققنا في إنجازات كبرى على وإن كانت لا تظهر بشكل كبير جدا، ولكن تتعرفوا أنه عدنا أول رهان التأسيس، رهان ضبط العلاقات مع باقي السلطات، رهان يعني تحقيق ضمانات للقضاة، رهان تحقيق الشفافية والتواصل مع المجتمع. إذا هناك محاور متعددة يعني كتقييم أولي لهذه السنتين نحن جد فخورين بهذه السنتين كمرحلة تأسيس، ولكن الأكيد أننا نتطلع إلى ما هو أكثر، نتطلع إلى يعني إلى مزيد من يعني أن المواطن يحس بهذه الديناميكية ديال التغيير. فبالتالي نحن غادي في هذا النسق، غادي في هذه الديناميكية، يجب مساعدة باقي السلطات أنه عندما نتحدث عن استقلال فنتحدث عن فصل السلطات، ونتحدث عن توازن السلطات، ونتحدث عن تعاون السلطات. إذا بغينا سلطة قضائية مستقلة قوية اللي غتحقق لنا الضمانات للحقوق والحريات خاص الجميع، هذا مشروع مجتمعي يقوده جلالة الملك، هذا ماشي مشروع قضاة، هذا مشروع مجتمع، وبالتالي هذا رهان بلد. وبالتالي كما تشوفوا اليوم تنقولوا لا استثمار بدون قضاء قوي، إذا حنا محتاجين سلطة قضائية مستقلة، محتاجين سلطة مؤهلة، سلطة كفؤة، عندها نصوص قانونية جيدة، عندها بنية تحتية مؤهلة، عندها لوجيستيك، عندها آلية إلكترونية متطورة. إذا الأمر ماشي فقط غير مبادئ دستورية، ولكن على أرض واقع هي كلفة مالية، هي مسائل أخرى يعني متعددة تطالب أنه الجميع خصو يخدم. وحنا كسلطة قضائية أبنا كمجلس وكقضاة من خلال الشهادات اللي بين سيد رئيس المنتدى في كلمته على أنه القضاء المغربي يواكب، رغم أنه ما كاينش إمكانيات متوفرة بشكل كبير، ولكن القضاء يواكب التطورات، خلق شهادات كبرى في مجالات مختلفة اجتماعية وتجارية واقتصادية والضريبية والمالية وحتى مكافحة الفساد. إذا عندنا قرارات هامة، وبالتالي خصنا غير الدعم ديال باقي الجهات باش نوصلوا هذا المشروع هذا، كنا في يعني في بوتقة واحدة. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.